نروح بقى للنادي الاهلي النادي الاهلي وفتره من اهم فترات النادي الاهلي كابتن سامي قمصان كابتن سامي قمصان واحد من ابناء النادي الاهلي اللي بيتحمل المسؤوليه في فتره مش هقدر اقول لكم سهله لا فتره صعبه ان النادي الاهلي دايما مطالب بالفوز في كل مبارياته فبيجي النهارده بعد رحيل موسيمان اللي احنا قلنا له شكرا فجاي في فتره صعبه فتره صعبه تلاحم مباريات عدد من المصابين كبير عندك كل ادواته في كل المباريات مش تحت ايده. النهارده لما يبقى المدير الفني كل الاوراق تحت ايده تبقى الامور سهله بالنسبه له، احط مين اساسي، اغير مين، الدكه بتاعتي مين، كل اوراقه متاحه، لكن النهارده كابتن سامي قمصان في ظروف صعبه الراجل بيحقق المهمه بنسبه نجاح 100%. النهارده تداعى المصري للسلوم في كاس مصر وكسب 1-0 وادى اداء رائع وشفنا نشوة اللاعبين والناس اثنت عليه، بعدها دخلنا على الدوري الممتاز الشرقية للدخان، بعدها الزمالك في مباراة كبيرة أدها النادي الأهلي، عكس كل الكلام اللي اتقال، الناس شافت التعادل مكسب ليها، اه احنا بنزعل ودايما بنسعى للمكسب، لكن أدى مباراة كبيرة، بعدها مباراة المحلة والثواني الأخيرة وروح الفانيلا الحمراء، وأخيرا مباراة بيراميدز اللي أدارها أدارها بشكل يعني ممتاز النهارده قدر يستغل نقاط الضعف في بيراميدز وقدر يلعب علي النقاط دي فالنهارده لازم نشيد بالكابتن سامي قمصان ودوره المهم